بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 158. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب اللعان. اللعان مصدر لاعن، يلاعن ملاعنة ولعانا، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. سمي لعانا لأن الملاعن يدعو على نفسه باللعنة. وأصل اللعان أن الزوج إذا رأى امرأته تزني فإنه إن أخبر عنها فإنه إما أن يأتي بأربعة شهود، وإلا فإنه سيقام عليه الحد، حد القذف. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا هو الأصل في القذف، أن الأصل في القذف أن القاذف إما أن يأتي بأربعة شهود وإما أن يجلد 80 جلدة حماية للأعراض من التلطيخ. ولكن وهذا يعم الزوج وغيره، هذا يعم الزوج وغيره. فالزوج إذا قذف زوجته فهو مثل غيره، إما أن يأتي بأربعة شهود وإما أن يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل شهادته إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على عظم أعراض المسلمين عند الله سبحانه وتعالى، وعلى تنزيه المجتمع من الكلام البذي والكلام الذي يجرح الأعراض. فأصل التشريع عام للزوج وغيره. ولما كان الزوج له حالة خاصة مع زوجته وقد لا يتيسر له أو يصعب عليه أن يأتي بأربعة شهود، فإن الله سبحانه وتعالى شرع له تشريعا خاصا في القذف، في أنه إذا قذف زوجته بالزنا فإما أن يأتي بأربعة شهود كغيره ويسقط عنه حد القذف، وإما أن يلاعن بدل الإتيان بالشهود يلاعن. واللعان هي أيمان مكررة مؤيدة بالشهادة مختومة بغضب أو لعنة. هذا هو اللعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. يشترط في صحة اللعان أن يكون بين زوجين، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فلا يكون اللعان بين غير الزوجين الأجنبي وأجنبية، فإذا قذف امرأة أجنبية ليست زوجة له فإنه إما أن يأتي بأربعة الشهود وإما أن يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته. نعم. قال: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. من عرف اللغة العربية لم يصح أن يلاعن بغيرها من اللغات، لأنه جاء باللغة العربية، فيجب أن يأتي به باللفظ العربي. نعم. وإن جهلها فبلغته. أما إذا لم يعرف اللغة العربية، إذا كان الزوج لا يعرف اللغة العربية، فإنه يأتي باللعان بلغته التي يحسنها. نعم. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. هذا بيان الوقت أو بيان الحالة التي يلاعن فيها. إذا قذف الرجل زوجته بالزنا سواء في القبل أو في الدبر، فإنه يجب عليه حد القذف إلا أن يلاعن، فإذا لاعن سقط عنه حد القذف. نعم. فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله. أما لو قذف امرأته بغير الزنا، كان قال هي خبيثة أو هي لا تصلي أو هي كذابة أو غير ذلك من الأوصاف الذميمة، فهذا لا يعتبر قذفا. القذف إنما هو الرمي بفعل الفاحشة خاصة، أما سبها بغير فعل الفاحشة فهذا يوجب التعزير ولا يوجب حد القذف. نعم. فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها. صفة اللعان أن يقف الزوج بحضرة الحاكم، أن يقف الزوج بحضرة الحاكم فيقول: أشهد بالله لقد زنت امرأتي هذه، ويشير إليها. ويكفي الإشارة إذا كانت حاضرة ولو لم يسمها، أما إن كانت غائبة فلا بد أن يسميها ويصفها بما تتميز به أنها قد زنت، ثم يقول الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. قال: ومع غيبتها يسميها وينسبها. إيه نعم، يسميها يقول فلانة، وينسبها يقول بنت فلان، فلانة بنت فلان. نعم. وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والخامسة إذا شهد 4 شهادات فإنه يأتي بالخامسة فيقول: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لعنة الله أي الطرد والإبعاد من رحمة الله إن كان كاذبا عليها فيما رماها به. نعم. ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. نعم. من شروط صحة اللعان أن يبدأ الزوج أولا، أن يبدأ الزوج أولا، لأنه هو الذي بدأ بالقذف فيبدأ به أولا، ثم تأتي هي بعده فتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 4 مرات، فيما رماني به من الزنا 4 مرات، 4 شهادات تكررها، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها أو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والمناسبة والله أعلم في أنها تدعو على نفسها بالغضب، لأن الغضب لا يكون إلا ممن يعلم الحقيقة وجحدها،
فيكون عليه غضب الله، والغضب أشد من اللعنة. نعم، فهي اختصت بالدعاء بالغضب لأنها قد تكون عالمة بالحقيقة ولكنها كتمتها. نعم. فإن بدأت باللعان قبله قال ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، هذه الخامسة، وأن غضب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين فيما رماها به من الزنا. وفي قراءة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط، لم يصح شيئا فشيئا. قال فإن بدأت باللعان قبله، فإن بدأت باللعان قبله لم يصح، لأن نعم، لأن الله بدأ بالزوج، قال شهادة أحدهما أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فبدأ بالزوج، ولأن الزوج أقوى جانبا منها، وثم بعد ذلك تأتي هي باللعان. أما لو كان العكس، بدأت هي، فإن هذا لا يصح لأنه مخالف لما جاء في القرآن. نعم. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو نقص أحدهما الزوج أو الزوجة شيئا من الألفاظ الخمسة، قال أشهد بالله ثلاث مرات فقط ولم يأتي بالرابعة، فإنه لا يصح اللعان، لأن الله يقول أربع شهادات، فلو نقص واحدة من الشهادات لم يصح اللعان، هو أو هي. نعم. أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو كان اللعان بدون حضرة الحاكم فإنه لا يصح، لا بد أن يكون هذا بحضرة الحاكم أو من ينيبه، لأن اللعان الذي جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الحاكم أو نائبه أن يخوفهما بالله وأن يقول اتق الله يا فلان، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو غير اللفظ الوارد، فبدل أن يقول أشهد بالله قال أقسم بالله أو أحلف بالله، فإن هذا لا يجزي لأنه خلاف ما أمر الله جل وعلا به في قوله فشهادة أحدهما أربع شهادات. نعم. أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الزوج أو الزوج أبدل لفظة اللعنة في الإبعاد بأن قال أبعدني الله إن كنت من الكاذبين، لم يصح لأن هذا يخالف اللفظ الوارد في القرآن. نعم. أو الغضب بالسخط، أو هي قالت في الخامسة سخط الله عليها إن كان من الصادقين، لم يصح لأن الذي ورد الغضب، فلا يجوز تبديله بلفظ غيره. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. لو كان القذف من الزوجة، هي التي اتهمت زوجها بالزنا، فكغيرها لا بد أن تحضر أربعة شهود أو تحد. نعم. ولا يكون هناك لعان؟ لا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان. نعم. من شروط صحة اللعان أن تكون المقذوفة ممن يتأتى منها الزنا، فإن كان لا يتأتى منها الزنا كالصغيرة التي لا يطأ مثلها فهذا كذبه ظاهر، هذا كذبه ظاهر فيعزر، لأن في رميه إياها تنقيصا لها وإساءة إليها فيعزر. نعم. أعد. أو المجنونة وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، أو المجنونة، لأن المجنونة لا تكليف عليها، يعني لو قذف زوجة غير مكلفة
فإنه لا يعتبر قاذفا، فيكون عليه التعزير لأجل حماية عرضها. نعم، عزر ولا لعان. نعم، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيتي أو من شرط إقامة اللعان أن يقذفها بالزنا لفظا، بأن يقول زنيتي أو فعلت الزنا أو نحو ذلك. أما لو قال غير ذلك من الألفاظ المذمومة فإن هذا لا يعد قذفا. لو قال أنت خبيثة أو أنت فاسقة أو أنت غير مستقيمة أو غير ذلك من الألفاظ، من ألفاظ السب، فإنه لا يعد قذفا. نعم، قال كزنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. أي نعم، لا بد أنه يصرح في الزنا، يعني يقول يا زانية أو أنت زنيتي أو رأيتك تزنين أو زنيتي في القبل أو في الدبر، فإن هذا هو القذف الذي يوجب اللعان بين الزوجين. أما لو كان غير ذلك من الألفاظ فإنه لا يعتبر قذفا. نعم، فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان. شيئا فشيئا. حسنا، فإن قال وطئت بشبهة، لو قال بدل أن يقول زنيتي وطئت بشبهة، بشبهة يعني غلط. نعم، وطئت غلطا، فهذا لا يعتبر قذفا، هذا لا يعتبر قذفا. نعم، أو مكرهة أو نائمة، أو أكرهت على الوط، أكرهك فلان ووطئك، فهذا لا يعتبر قذفا. نعم، أو نائمة، أو وطئت وأنت نائمة ما دريتي، فهذا لا يعتبر قذفا أيضا، لأن هذه الأمور لا تدنس العرض، الوطئ بالشبهة والوطئ بالإكراه والوطئ النائمة، لأن لأن المرأة في هذه الأحوال لا تعتبر متعمدة، فلا لوم عليها في ذلك، هي معذورة. نعم، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، أو نفى الولد، قال ليس هذا الولد مني، فهذا لا يعتبر قذفا، لا يعتبر قذفا، ولا ينفي عنه الولد أيضا، لأن الولد للفراش. نعم، قال فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. الأصل أن الولد للفراش، فلو نفاه لم ينتفي، قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن إذا شهدت امرأة أن هذا الولد منه، امرأة ثقة أن هذا الولد ولد على فراشه كالقابلة مثلا، فهذا زيادة تثبت. نعم، قال لحقه نسبه ولا لعان، ولا لعان في ذلك، لأن الولد للفراش ولا يعتبر هذا قذفا. نعم، ولا يكون على الشيء في مثل هذه الألفاظ، يمكن يعزر تعزير. نعم، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. نعم، يترتب على اللعان إذا تم أحكام، ترتب عليه أحكام. الحكم الأول أنه يسقط عنه الحد، حد القذف. والحكم الثاني أنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة، فلا يتزوجها بعد ذلك، تحرم عليه تحريما مؤبدا. نعم، والحكم الثالث أنه ينتفي الولد إذا نفاه في اللعان، إذا قال وأن هذا الولد ليس مني في اللعان، فإنه ينتفي عنه. هذه هي الأحكام التي تترتب على تمام اللعان: أولا سقوط الحد عنه، ثانيا ثبوت الفرقة بينهما، فيفرق الحاكم بينهما فرقة مؤبدة، الثالث إذا نفى الولد في اللعان فإنه ينتفي عنه،
ولا يكون ابنا له. وهذا من الأغراض التي يشرع من أجلها اللعان. نعم. ويلحق الولد بأمه؟ يلحق بأمه. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. اي نعم. قال: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه. نعم. إذا ولدت ولدا يمكن كونه من الزوج فإنه يلحق به، ويعرف ذلك بأن تلده لستة أشهر، نصف سنة يعني ستة أشهر فأكثر، منذ أمكن وضعه لها، فإن هذا متيقن أنه منه. أما لو ولدته لأقل من ستة أشهر وعاش، ولدته لأقل من ستة أشهر وعاش منذ أمكن وطؤه لها، فإنه لا يلحق به، لأن هذا لا يكون منه، بل هو سابق على نكاحه، على وطئه لها. نعم. على وطئه لها. نعم. نعم. أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله. أما إذا كان قد طلقها وأتت بعد الطلاق بولد، أتت بعد الطلاق بولد، فهذا لا يلحق به إذا كان ولدته لأكثر من أربع سنين منذ طلاقه لها وإبانته لها، لأنه معلوم أنه من غيره، لأن الحمل لا يبقى في بطن أمه أكثر من أربع سنين بحسب التجربة، فدل على أنه من وطئ حادث بعد الإبانة. أما إذا ولدته لأربع سنين فأقل فإنه يلحق به، لأن الحمل قد يبقى في بطن أمه أربع سنوات حسب الوقائع التي عرفت. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. يشترط في هذه الأحوال إلحاق الولد به أن يكون ممن يولد لمثله، فإن كان لا يولد لمثله كابن عشر، كأن يكون سنه دون العشر، فهذا لا يلحق به، لأن مثله لا يطأ. أما ابن العاشرة فيمكن أنه يطأ، يمكن أن يبلغ الطفل لعشر سنوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق بينهم في المضاجع للعشر، هذا لاحتمال الشهوة، لاحتمال وجود الشهوة والوطء، فصار ابن عشر مظنة الشهوة ومظنة الوطء. نعم. ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. نعم. قال: وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. نعم، يلحق به الولد إذا كان ابن عشر سنين، ولكن لا يحكم ببلوغه للعشر لأنه محتمل، والبلوغ إنما يكون بأمر متيقن كالإنزال أو إنبات الشعر أو تمام 15 سنة، لا يكون إلا بعلامة متيقنة. أما إلحاق الولد به للعشر فهذا احتياطا للنسب. نعم. احتياطا للنسب، وإلا من جهة البلوغ هذا مشكوك فيه. نعم. أحسن الله إليكم. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها. ما مضى هذا إلحاق الولد من الزوجة، أما هذا فإلحاق الولد من الأمة من السرية. إذا اعترف بوطئ سريته وولدت لستة أشهر فأكثر فإنه يلحق به، لأنه قد أمكن إلحاقه به. نعم. نعم. وإن نعيد العبارة. نعم. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه. أو دون الفرج، لأنه يحتمل أنه تسرب المني إلى الفرج فحملت، حتى لو وطئها بين الفخذين أو قريبا من الفرج وحملت، فهذا ممكن أنه يتسرب ويدخل إلى الرحم فتحمل به.
نعم. قال فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها. لنصف سنة أو أكثر من اعترافي بوطئها. إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. إلا إذا ادعى أنه استبرأ رحمها بأن حاضت حيضة، الأمة استبراؤها بحيضة، فإذا ادعى أنه أمهلها حيضة حاضت فهذا دليل على أنه ليس في رحمها ولد، ويحلف على ذلك، يحلف على ذلك لأجل الاحتياط للنسب. أعد. قال ومن اعترف بوطئ أمته. لا عقب. إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. ويحلف عليه يعني يقبل قوله بيمينه، لأن هذا شيء لا يعرف إلا من قبله فيصدق. نعم. وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. نعم، إن أراد أن ينفي الولد فقال وطئتها دون الفرج أو وطئتها وعزلت وأنزلت خارج الفرج أو لم أنزل أو وطئتها ولم أنزل، لم يصدق في هذا، لأنه لا يهدر نسب الولد فيلحق به. نعم. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم، إذا اعترف أنه وطئها فباعها قبل أن يستبرئها فولدت ولدا لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، لأنه يغلب على الظن أنه منه. نعم. أما إن ولدته لأقل من ستة أشهر وعاش فإنه لا يكون منه. نعم. والبيع باطل. والبيع باطل في الصورة الأولى، إذا ألحقنا الولد به فإن البيع باطل، لأنه بيع أم ولد. نعم. وبيع أمهات الأولاد لا يجوز لأنها تعتق بموته. نعم. قال وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها. نعم. فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. البيع باطل، أما العتق فإنه يصح. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم. أيها المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. تقبلوا في الختام تحية مهندس الصوت عبد الله بن عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.